دلوقتي انا هقول لكم على الخطه اللي احنا هنقتحم بيها المطبخ ونلم من المطبخ كل حاجه نقدر نشيلها في ايدينا، يعني الدقيق، الزيت، السكر، الشاي، الاساسيات كلها، عشان ايه؟ نحرمهم من اي اساسيات، مش هيقدروا يخرجوا بره الشقه خالص، واللي مش هنقدر نشيله هنبوظه او هنفجره. بس من فضلك يا عادل، في التلاجة في علبه جاتوه، من فضلك ما تنساش تجيبها لي. اجيبها لك ايه يا حماتي؟ يا حماتي بقول لك الاساسيات جاتوه ايه زمانهم دلوقتي، يعني نفضوا التلاجة باللي فيها. اشربوا عصير التفاح بتاعي. يا رانيا انتوا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ يا جماعة العملية دي اسمها كودي الطريق الى سناء. يا سلام، طب وانت ليه مكودها؟ ما تحمرها ولا تبيضها ولا حتى تصفرها؟ ولا احسن حاجة بقى لما تعملها مسلوقة بقى كده، يو يو يو، تبقى تحفشن في الليجن. انا غلطان، انا غلطان، انا بتكلم معاكم انتوا الاثنين، انا غلطان. زوري زوري يا بيبي، ولا كنا بنضحك معاك. طب قولي بس يا عادل من فضلك العملية دي هنعملها ازاي ارجوك؟ انا هقول لكم هتعملوها ازاي.